من سنة ونص عملت بروبوزل بروما بمطعم 12 اطوال ميشلان 16 ويتر على الطاولة ديسير بي ساعدني دفع أولى ودفعت الباقي تقسيط مريح بنك عودة جايز كنت عم برجف كان بدي المشهد يكون مثل الفلومة كان في واحد عم يدق أكورديون واحد محضر حاله تيفتح البيك شامبين وأنا بهاللحظة ركعت كنت عم برجف طلع حياتي تتجوزيني طلعت فيه قالت لي بليز قل لي في حدا عم بيصور جايز ما كنت حاضره هالمشهد من قبل بولا موفي سو رجعت تذكرت انه اصحابنا عملوا بروبوزل من جمعه وجابت الصوره 850 لايكس على فيسبوك ثلاث ايام ما شفنا شيء من روما جبنا سوشيال ميديا اكسبرت حكينا مع انفلونسرز اشتغلنا على الهاشتاج لايكس فور لايكس لاف فور لاف اشتغلنا على حالنا ثلاث ايام جابت الصوره 1200 لايك لانه امي عملت لها شير على بيج الاخويه مع كابشن يقبرني رح صير تيتا anyway قلنا خلينا نبلش بتحضير العرس تحضير العرس بلبنان very challenging رحنا على معرض الاعراس شكله في كتير عالم رايح على معرض الأعراس رحنا على معرض الأعراس على ويدنج فولي وصلنا عند الويدنج بلانر قلت له بدنا نتجوز طلع بخطيبتي قال له كم حصان قلت له سوري قال لي كم حصان عايز للانترنس قلت له نحن بالاساس كانت الفكره نتجوز مش نقتحم طروادة قمت قلت له بتعرف عم فكر بليها فكره الاحصنه حسيتها مش كتير ظابطه انا رح احمل العروس وفوت فيها على العرس قال لي واو كتير دارجه العروس تفوت على حمار سو بعدها غيرنا راينا قلنا بلي هيدا المشروع كل اصحابنا قالوا لنا احسن تتجوزوا بقبرص قبرص ارخص احسن ما بتجي كل العيله خطيبتي صار بدها تاخذ الفلوريست من هون الفوتوغراف من هون عندها خمس عمات ست عموم كلهم بدهم يكتروا المسيحيين بالشرق جايبين بين خمسة لست ولاد قرروا كلهم يجوا على العرس على قبرص سو ارتقينا سنس كلهم حجزوا وبدهم يروحوا على العرس على قبرص ليه ما بنعمل العرس هون؟ بس خطيبتي عجبها الويدنج بلانر اللي هونيك صار بدها تجيبه لهون. Anyway, تلخيص مفيد عن شو صار اخر 11 سنة بحياتي انه اصحابنا عملوا بروبوزل امنا عملنا بروبوزل. اصحابنا خطبوا امنا خطبنا. اصحابنا تجوزوا امنا تجوزنا. اصحابنا صاروا بريجننت هلا عم نغير اصحاب.